بسم الله الرحمن الرحيم. ما وقع من حدث في الحسيمة ويكفي في الاستشهاد بها المواطن المغربي محسن فكري عندما كان يدافع عن رزقه وعن قوت حياته اليومي كألمنا كلنا، لدرجة أنه اعتبرنا من المستحيل ما نشاركوش فالتعبير عن السخط اللي كنا كنشعروا به والحقره اللي وصلتنا بعد الاجهزه وبعد المسؤولين في المغرب. في خضم هذه الاجواء ما نشر البارح امرا خطيرا جدا، ذلك ان واحد الموقع الكتروني يحسب على اقارب صاحب الجلاله وعلى اصدقائه قال لنا بان صاحب الجلاله سيلتجئ للشعب المغربي في خطابه حول المسيره الخضراء من عاصمه اجنبيه وهي عاصمه السنغال دكار، حيث يوجد في عطله خاصه. هذه يوجد في عطلة خاصة، واش بغاو بها الفتنة؟ واش بغاو بها يستفزوا الشعب المغربي؟ أو دخل في شي مخطط أو شي أجندة دولية؟ يقولوها لنا، لأن حنا من الأول هذه سنين هذه عقد وحنا كنشكو في المحب ديال صاحب الجلالة بأن باغي يخلق الفتنة، باغي يجيب أعداء ديال المغرب، بغا يجيب أنصار والمعاملين مع المخابرات الأجنبية يسيروا المغرب. ما معنى تقول الشعب المغربي في المسيرة الخضراء أن صاحب الجلالة في عطلة خاصة وسيتوجه للشعب المغربي؟ صاحب الجلالة أولا ثبت من خلال ما نشر رسميا من بلاغ عن القصور الملكية أنه ماشي في عطلة خاصة. صاحب الجلالة وهو سيتكلم عن المسيرة الخضراء اختار، وشوفوا وفكروا في البعد السياسي، أنه من عمق إفريقيا من عمق ما بعد الصحراء غادي توجه الشعب المغربي ويتكلم عن المسيرة الخضراء اللي كتمثل الرمز ديال الوحدة الترابية واللي هو أساس ديال العلاقات السياسية وغيرها ما بيننا وبين الدول الإفريقية. وجاءوا ما قال لك في عطلة خاصة غادي توجد الشعب المغربي، شكون اللي علاش بغيتو تبخصوا هذا العمل ديال النضال ديال صاحب الجلالة؟ شكون اللي بغي يبخصوا؟ المحيط ديال الملك، أصدقاء ديال الملك، المنعمين اللي كنعم عليهم، المستفيدين من العرش. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن هادوك هما اللي أصحاب الفتنة، هادوك هما اللي بغين يخلقوا الفتنة في المغرب. أما الشعب المغربي ما بغيش يخلق الفتنة، الشعب المغربي احترم لاجندة ديال صاحب الجلالة وهو مسافر. الشعب المغربي وما كاينش حكومة في البلاد تظهر بتمدن بعقل بحضارة بالتمييز برزانة بلا عنف، عبر عن سخطه عن الواجب المحيط على جميع المسؤولين باش يعترفوا لهم بحقوقهم. ولكن هادوك الاعداء اللي باقي صاحب الجلاله كيتخفيهم وباقي كيعطيهم وباقي كيحميهم هما سببنا، هما اللي غادي يخلقوا الفتنه، هما اللي باغيين يخلقوا شي نظام اخر ماشي النظام اللي حنا بغينا في المغرب واللي حنايا كنحميوه منذ عقود وهي الملكيه المغربية. هادشي ما كيتمشاش، لأن هاد المحيط ديالك هو اللي خلق البي جي دي، هو اللي خلق البام كبديل، هو اللي خلق بعض الأجهزات وبعض المصالح الاقتصادية اللي ما كتحلش الأزمة ديال المغرب بل كتعمقو. الحال يا صاحب الجلالة هي حالة الاستثناء، الحال يا صاحب الجلالة تحمل مسؤوليتك وتحل على البرلمان اللي كله مرشي وجميع البلايص مشريين بالفلوس، تحل على الاحزاب السياسيه اللي كترشح صحابين الشكاره
اللي كتشجع في ارتشاء الجو السياسي والعمل السياسي في البلاد. واحد 11 ديال المخاخ عينهم باش يعطيو واحد 3 سنين باش يدمروا المغرب، باش يحلوا المشكله ديال المغرب، باش يجعلوا حد ند الجدل اللي غادي بينا الكارثه. انا نقدر نقول لصحابك والمحيط ديالك يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.